يعني ده وصول الفريق ده يعني. لا اه بالظبط ده كده، ده وصول وصول الفريق ده منذ قليل يعني، وصول للمغرب. بعثة النادي الأهلي إلى الدار البيضاء استعدادا إن شاء الله لمباراة يوم السبت القادم نهائي دوري الأبطال. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما تبقوا حضراتكم معانا لحظة بلحظة، وماذا يحدث في بعثة النادي الأهلي أو مع بعثة النادي الأهلي، واستعدادات مكثفة الحقيقة السفارة المصرية في المغرب وكل الناس الحقيقة المصريين اللي قاعدين هناك والمغاربة الحقيقة عاملين زي ما حضراتكم سمعتوا من الناقد الرياضي حمزة الشتاوي، قال لكل المغاربة هيبقوا متواجدين إن شاء الله لمساندة ولدعم النادي الأهلي. متوقع يا كابتن فتحي؟ طبعا متوقع كده، لان اولا بلد عربي، اه المغرب المملكه المغربيه يعني من الدول اللي احنا بنغذي بيها شمال افريقيا، ايوه تونس والجزائر والمغرب. بدر بنون من عندنا برضه، هناخد من الحب جانب بالنسبه طبعا للبدر. طبعا فنفس المغرب هي دلوقتي الفرقه دي هي اللي طلعت الوداد من عندهم، ايوه فبرضه كل العوامل وكل العناصر بتقول، لكن خلي كل دي عوامل خارجية، مظبوط. خلينا الداخلي الفرقة اللي هتأدي في الملعب. دايما كنا حضراتكم بتقولوا لنا ان هناك فارق كبير بين التاريخ وارض الملعب. أكيد التاريخ بيتكتب، اه يعني مفيش تاريخ في المستقبل، لكن دايما يقول لك المستقبل في ايه؟ ما نعرفش، صح لكن التاريخ لغايه دلوقتي في ايه قبل كده؟ صح هل ده هيفيد؟ يفيد في حاجات تانية، يعني زي ما نقول ايه؟ شخصية لاعيبة النادي الأهلي. ايوه الخبرات اللي عند لاعيبة النادي الأهلي. المخزون الخططي اللي عند لاعيبة النادي الأهلي. المخزون المهاري مش البدني، البدني دي كلمة كان الناس بتقولها مخزون بدني، لكن أنا بقول مخزون مهاري. ايوه يعني مهارات اللعيبة للنادي الأهلي. والمخزون الخططي والمخزون الخبراتي. خبراتي ايه؟ انهم لعبوا هذه المواقف وهذه المباريات كتير، مش اول مره يلعب هذه المباراه، تمام. وبالتالي النادي الاهلي هيلعب هذه المباراه وهو عنده كل عناصر او كل وسائل الوصول للقمه موجوده مع لاعب النادي الاهلي. ايوه مدرب محنك حافظ الفرقه اللي قدامه، هينقل لهم، هينقل لفرقه النادي الاهلي كل صغيره وكبيره ويحفظها لهم ايه. دي واحده. عندك انت دلوقتي، احنا لو نتخيل فرقه كايزر يعني تشيف، كايزر هتلعب ازاي؟ ايوه هي طريقه لعبها عاده اللي هي اللي بتلعب بيه الزون مش في نص ملعب، كمان في ثلث ملعب، مظبوط. وبتكتله ويعتمدوا على ده هجمات من اول دور ال 32 لغايه دلوقتي على بيلعبوا طول، بنفس الطريقه، ويعتمدوا على الهجمات مرتدة. مظبوط. هو ده بقى شغلهم وده اللي حافظينه. طب انت كنادي اهلي، لا انا النادي الاهلي عندي مهارات، خبراتي وشخصيه لاعب النادي الاهلي في مهارات لاعيبه النادي الاهلي، في ان واحد ضد واحد، ان انا ارقص، ان انا ارقص واشوط،